بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. نسمع. الفقر الحاضر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز، يعني أوصني بوصية أستطيع حفظها، أستطيع أن أخذها منهج حياة لي في دنياي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وعليك وصلي صلاتك، وصلي صلاتك وأنت مودع، وصلي صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه. صلى الله عليه وسلم: عليك باليأس مما في أيدي الناس، إياك أن تنظر إلى نعم الناس وإلى ما يملكون، وانشغل بقسمة الله لك، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، أي الفقر المرافق للإنسان. فالإنسان الذي في قلبه طمع سيبقى فقيرا ولو ملك الدنيا بما فيها. الفقر الحاضر والفقر المصاحب، الفقر الحاضر والطمع المصاحب لقلب الإنسان. لذلك قالوا: الحر عبد إن طمع، والعبد حر إن قنع. وصلي صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، وصلي صلاتك وأنت صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه، أي لا تجعل نفسك من النادمين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.